وينضم إلينا مشاهدينا للحديث عن تفاصيل مشروع قانون الموازنة العامة وزير المالية الأسبق السيد محمد أبو حمور. أهلا وسهلا بك دكتور. يعني بداية، عندما نتحدث عن عجز يصل إلى ملياري دينار، نتحدث عن موازنة انكماشية، ما هو تأثير ذلك؟ ما هو الملامح للاقتصاد الأردني ضمن هذه المعطيات؟ يعني هو عمليا في بلاغ الموازنة كما أشرتي في التقرير، بلاغ الموازنة أشار إلى أنه فرضيات الموازنة اللي بنيت عليها الموازنة أنه يكون النمو الاقتصادي للعام القادم 2.5%، يعني بصراحة هذا رقم متفائل مقارنة بأنه بالربع الثالث كان عندنا انكماش تراجع بالاقتصاد بالنمو الاقتصادي بنسبة 3.5%، بالإضافة لأنه الصادرات راح تنمو بحوالي 6.5%، في حين أنه العام هذا العام الحالي تراجعت. يعني بالتالي هناك موازنة في بعض فرضياتها تفاؤلية وخاصة في النمو الاقتصادي، هذا في جانب. الجانب الآخر أنه وزير المالية أعلن بأنه هذه الموازنة ليست تقشفية، بأنه هناك توسع بنسبة 6%، ولكن هذه 6% هي عن إعادة التقدير. إذا قارنا أرقام الموازنة عام 2020 مع موازنة 2021 بنلاقي أنه النمو في الموازنة بحدود 1.3%. يعني في ظل هالظروف هاي الاستثنائية اللي بنعيشها، سواء كان بتأثيرات جائحة الكورونا أو السوار الملتهب حولنا، في ظل هاي الظروف احنا نعيش ظروف استثنائية وبحاجة إلى حلول استثنائية. وستي يعني ست إسراء يعني، ولكن ما تأثير ذلك على الدين تحديدا أستاذي؟ يعني تفضلتي وأشرتي إلى أنه عجز الموازنة للعام القادم سيكون 2.55 مليار كما هو مقدر في الموازنة، وإذا أضفنا عجز الموازنات المستقلة للوحدات المستقلة اللي هو 570 مليار، معنى ذلك أنه عندنا عجز بتجاوز 2.6 مليار. هذا راح يتم إضافته إلى الدين العام، وإحنا الآن الدين العام وصل إلى نسبة 107% من الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي هذا متوقع أنه الدين العام في نهاية العام القادم يتجاوز 110% بسهولة. لكن احنا بنعيش ظروف استثنائيه بحاجه لحلول استثنائيه. الدين العام احنا عندنا مشكله حقيقيه، لانه احنا عندنا في موازنه العام القادم فوائد الدين فقط واللي هي جزء من النفقات الجاريه شكلت 17%، وهي تعادل 1.425 مليار. هاي ارقام يعني ستذهب خارج الموازنه لتغطيه فوائد فقط، ديون داخليه وخارجيه، في حين لو أنه كان الدين أقل كان هاي الأموال صرفت في الداخل وكان لها دور في الحد من مشكلة الفقر والبطالة. وكما أشرتي في أنه هناك يعني أعلنت أرقام البطالة للربع الثالث وهي تلامس 24%، وإذا استمرت الأمور على وضعها الحالي ممكن أنه في نهاية العام تقترب من حاجز 27%. هذا يعني رقم البطالة هو رقم مؤرق. وقف التعيينات اللي قامت فيه الحكومة لهذا العام ووقف الزيادات اللي ستستأنف خلال العام القادم بالزيادات، سواء كانت للجهاز العسكري والمدني وللمعلمين، هذا إيجابي تعهدت فيه الحكومة السابقة والتزمت فيه هذه الحكومة. فيما يتعلق بخدمة العالم تم تأجيلها في ظل هذه الظروف جائحة الكورونا. في ظل التعيينات ستكون مقتصرة على التربية والصحة وضريبة الدخل، وبالتالي لم يفتح التعيينات بالكامل، لكن هناك بصراحة زيادة بنسب الأسر اللي سيتم إتاحة تلقي معونة وطنية من صندوق المعونة الوطنية لها بنسبة بحوالي 35,000 أسرة زيادة، وهذا بيعالج جانب من البعد الاجتماعي اللي وجه جلالة الملك حفظه الله ورعاه الحكومة بأنها تأخذ بعين الاعتبار البعد الاجتماعي، في ظل أنه ناس كثير فقدت مصادر دخلها وناس كثير تعطلت عجلة الإنتاج بالنسبة لمصانعها ومصادر دخلها من جانب الإنتاج ومصادر دخلها من جانب العمالة، وبالتالي كعاملين يعني بالمياومة أو غيرها فقدت مصادر دخلها. هذا كله بيؤدي لأنه الحكومة كما أشار وزير المالية ستقوم بدعم القطاعات المتضررة وبالتركيز على الشراكة بين القطاعين العام والخاص. بيّن أنه هناك أيضا زيادة في الإنفاق الرأسمالي. زيادة في الإنفاق الرأسمالي هي عبارة عن زيادة عن أرقام إعادة التقدير، لأنه الإنفاق الرأسمالي اللي هذا للعام القادم اللي هو 1.1 مليار تقريبا هو أقل من المقدر لعام 2020 اللي هو 1.425 مليار، لكن في ظل جائحة الكورونا لم يكن هناك إنفاق رأسمالي كامل، وبالتالي كان هناك تخفيض وهناك زيادة في الإنفاق الرأسمالي بنسبة
يعني 24.5 عن الفعلي لعام 2020. نعم، يعني بما أنك ذكرت أستاذي عن موضوع الإنفاق، يعني الإنفاق الرأسمالي بالإضافة إلى النفقات بشكل عام تقدير الحكومة تقريبا 10 مليارات، ما مدى منطقية يعني خلينا نقول دقة هذا التقدير، بالإضافة أنه إحنا عم نوصف الآن هذه الموازنة من خلال الحكومة أنها ليست موازنة انكماشية، بالعكس هي توسعية وتحفيزية، ويعني من المفروض أن تحفز الاقتصاد والاستثمار، وأين هي البنود التي ستعمل على ذلك فعليا؟ يعني ست إسراء، يعني زي ما لاحظتي أنه الإنفاق في هذا العام هو حوالي 9.9، الإنفاق المقدر للعام الماضي كان 9.8، يعني بحدود 130 مليون زيادة عن المقدر للعام الماضي، لكن يعني هذا سيتم استيعاب من خلاله 9.9 مليار، سيتم استيعاب زيادة الرواتب للمعلمين وزيادات السنوية أيضا للجهاز العسكري والمدني كامل، بالإضافة لإعادة فتح باب التعيينات لوزارة الصحة والتربية وضريبة الدخل، بالإضافة لاستيعاب دعم 35,000 أسرة، بالإضافة لاستيعاب تأثير جائحة الكورونا فيما يتعلق بالجانب الصحي بسقف يصل إلى 165 مليون. هذا بدل على أنه يستوعب الكثير من الإنفاق، في ظل أنه الزيادة في الإنفاق حتى عن إعادة التقدير هي 6%، وهذا يعني بتطلب أنه إعادة ترتيب الأولويات حتى أنه نستوعب جانب النفقات الجارية. فيما يتعلق باستيعاب الجانب النفقات الرأسمالية سواء كان في دعم القطاعات المتضررة، هذا إنفاق جاري. فيما يتعلق بدعم الأسر 35,000 أسرة إضافية، هذا إنفاق جاري. أما الإنفاق المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، هناك رصد للمخصصات لم يتم الإعلان عن الرقم. والإنفاق الرأسمالي هو زيادة فيه عن إعادة التقدير اللي هي وصلت بحدود 850 تقريبا مليون إعادة التقدير، وبالتالي هناك توسع في الإنفاق الرأسمالي عن إعادة التقدير وليس عن المقدر للعام الماضي واللي هو عام 2020. طبعا احنا بنحكي العام الماضي اللي هو العام الحالي مقارنة في موازنة العام القادم. فبالتالي هناك يعني إجراءات الحكومة بتسعى لأنها تأخذها، لأنه بصراحة يعني السياسة النقدية قامت بدورها وأتاحت مبالغ كبيرة لضخ سيولة للقطاع الخاص من خلال البنوك. الضمان الاجتماعي قام بتأجيل ودعم القطاعات المتضررة، بقي علينا هو السياسة المالية، والسياسة المالية ما تم الإعلان عنه في الجوانب المحددة واللي ذكرها وزير المالية هي يعني لم يتم الإفصاح عن كامل الأرقام، لكن تدعو إلى التفاؤل والأمل في ظل هذا الوضع الاقتصادي، وأنه تحملت الموازنة عجز للعام القادم ب 2.55 مليار، بالإضافة ل 570 مليون لإنفاق الوحدات المستقلة عجز، وإجمالي الموازنة إذا أضفنا 9.9 إلها 1.5 مليار كمان إنفاق وحدات مستقلة فهي 11.5، هاي سيتم ضخها في الاقتصاد وسيكون لها تأثير. لكن بصراحة كل الإجراءات مهما كانت ومهما كانت، سواء كانت من السياسة النقدية أو السياسة أو سياسة الضمان الاجتماعي أو الدعم اللي تحدث عنه وزير المالية، لن يتم تحييد أثر الكورونا، وإنما سيتم تقليل من حدة الأثار الكورونا ومدتها وعمقها، لكن سيستمر تأثير الكورونا اقتصاديا على موازنة العام القادم وعلى الأداء الاقتصادي في العام القادم. نعم نتمنى. لكن صراحة كمان في يعني عدم زيادة الضرائب اللي تعهد فيها وزير المالية، يعني هي خطوة جيدة يعني. تعتبر برأيك يعني اللي يمكن تقليص الوضع نعم. الاقتصادي برأيك على المواطنين أو تقليص الارتدادات لهذه يعني الفترة يعني طالما ما في زيادة ضرائب نعم طالما ما في زيادة ضرائب وفي دعم للقطاعات المتضررة والأسر المتضررة والفئات المتضررة، أكيد سيكون لها آثار إيجابية مع الآثار الإيجابية اللي قامت فيها السياسة النقدية والضمان الاجتماعي. وزير المالية الأسبق دكتور محمد أبو حمور، شكرا جزيلا لك.